ازيك شباب؟ معاكم حلقه جديده مع ايس تيوب جيمنج. رجعنا نلعب لعبه العصيان الغاضبه. بس قبل ما نبتدي يا شباب، انا كان في موضوع مهم وحساس عايز اكلمكم فيه. عشان احنا خلاص وصلنا ل 37,000 على انستغرام، كنت اتمنى ان احنا نوصل ل 50. هتلاقوا حساب يا شباب، اعملوا فولو دلوقتي يا اما. لا 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 شباب، بهزر معاك. ايه انا عايزين تعملوا فولو؟ اعملوا فولو، هتلاقوا الحساب بقى بتاعي. ظبطوني بقى يا شباب، شكرا لكم على الدعم الخرافي. وخلينا نبتدي اللعبه. صراحه انا متحمس لها لان فيها حاجات كتير ممكن نزود الهيرس والبار وبتاعنا وكده، وفي ناس كتير بيلعبوها. قلت يعني جت عليك يا ابو الاساس، ما تخش انت كمان تلعبها طالما هي جامده كده. طبعا ما لعبتش ولا مرحله، معيش غير حوالي 2000 كوين. اه ما زلت ظبطني في اللعبه. فخلينا نخش على المرحله الاولى. وانت تستقبل اي دوس نستار. بص يا معلم، بص يا معلم، مزبط نينجا نينجا ابو الاساس. دلوقتي بقى نينجا نبدا نمشي مع السام. بيقول لي قدامك حوالي 13 دقيقه، في 5 دقايق باذن الله نكون مخلصينها. عيب عليك، افتح الباب يا معلم. يلا وريني فين العداء. على طول اكشن، تعال تعال ديره في الازاز. بص بص بص، اوعى يا معلم، هيد شوت. والله الجهاز ده كليك يا جدعان. يلا افتح الحديد، يلا يا بطل الابطال. هو فتحه، تعالى انقذنا الراجل، يلا نكمل. تمام، بيقول لي ساعدني. ساعدك ازاي يا نوتي؟ يا ابني مش انا ساعدتك، عايزني اعمل لك ايه؟ ممكن عايزني اهربه من هنا. تعالى 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 تعالى، يلا من هنا. ايوه يلا تعالى تعالى يا عم، ما توجعش المخ يا نوتي. تعالى يا نوتي. 360 يا مفتي، تعالى تضرب سيف. تعالى شفتوا بقى الجامب كيك يا معلم؟ شو تعالى ولد، استنى يا عم، اضرب العصابه الاول. ما تساعدني تفزي قلتك. لا لا لا، اهو فنشتول. تعالى تعالى معايا، ساعدني يا ابو الاسيس. جاي 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 اساعدك. مش عارف جايب لي يعني مين وش مان. استنى يا اوه، يعني بتضرب معايا يا نوتي، فينك من بدري؟ خش هنا. لسه برضه الراجل الشاي جاي ورايا. لا شكله خايف. تعالى يا جبنة، اديله يا ابو الاسيس. ايه يا عم جاكي شان؟ جاكي ايسي، جاكي ايه. تعالى اديله. والله جامد حبيبي. اه فنشنا انا ولا احلى تفنيش. نتمرن كمان بس كده، لسه قدامنا حوالي 12 دقيقه. مش عارف الراجل سبته فوق، فربنا يستر عليه. شكله اتفنش دلوقتي. عايزين نطلع نشوفه لسه موجود ولا لا. اهو برضه انت تاني يا نوتي. طب انا هسيبك وهمشي بقى، انت وريني هتتصرف ازاي. ساعدني يا ابو الاساس، خليك حلو. وانت يعني جاكي شان بقى وفندام ونينجا. انت تستعمل يا نوتي، ما تستعمل. معلش يا ابو الاساس، انا بحبك بقى ف... خلاص هتعيط. لا مش عايزين عياط. تعالى معايا. ايوه تعالى، اهي الطياره جايه. حلو، نفنش بس النوتي ده الاول. اخرت الراجل وخلعت. طب وانا اه يا غدارين، احنا فينا من كده؟ لا انا كده هزعل، انا كده ما... تعالى. اوه جامده. تعالى يا نوتي، بس كده ظبطنا الورق، نكمل زي ما احنا. انا لسه عايش. تعالى يا معلم، دي عايزه دبل كيك. مفيش تأثير. تعالى حبيبي، مع السلامه. يلا نخش هنا كده على السريع. يا شباب بصراحه، ايه رايكم في الاداء اللي احنا عاملينه لغايه دلوقتي؟ ايه اتس بي؟ تعالى تعالى يا حبيبي، اقعد 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 على المكتب. ها كبان. ايوه نطلع هنا فوق جامب. خلاص كده لسه قدامنا حوالي 10 دقايق، وانا قلت لكم هنخلص في 5 دقايق بس. ممكن يا شباب عندنا وقت زياده لو في مشكله. نطلع هنا كده على السريع، خلينا نكمل الطريق زي ما احنا عايزين، بس نوصل لحد خط النهايه. نعدي بس اول مرحله. اول مرحله لغايه دلوقتي سهله، بس الطياره النوتي لو كانت تاخدني كان زماننا كان زماننا مخلصين يا عم. تعال اوه اوه تعال يا حبيبي. ايوه احلى كوينات. اه 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 تمام. ده انا اللي قعدت. اقعد يا نوتي. خلينا نخش كده على السريع. الشباب ده كان بيفتح. ايوه صح كده، والله مركز. بس تعال يا حبيبي، اتفرج على التلفزيون، اتفرج على ابو الاسيس يا نوتي. افتح. ايوه في يا وشي. ايوه وشي، انت كنت بتلعب في عدد عمرك يا معلم. ناخد الكوينات. بدات اللجلجه السخنونه. ناخد بس الكوينات اللي هنا اللي في كميه محترمه، ونكسر ده كمان 100 100.
خشب بقى نكمل ونرجع فوق سريع لانه قدامنا حوالي 9 دقايق ولسه خلصناش لحد دلوقتي. اطلع هنا بسرعه. حلو يلا كمل كمل كمل. فين هم بقيتهم بقى؟ ها متوزعين على الماب كلها. بس الفكره اللي احنا مش عايزين يبقى في ناس كتير عند الطياره. ليه لما اجي اقول له انا اللي بقعد يلا نوت خش بسرعه هنا هات بيت العصابه يا عم اللي كان بندامي على ابقى يضرب الضربه ضربتين. تعال انت كمان ديله. اي يا مفتري يا غدار. بص بقى الحركه دي دوبل كيك يا معلم. ايوه فشلت معانا بس مش قوي. استنى يا جدع والله ما عايز تظبط حظك من سما الترابيزه مساعدك. يا عم تتضرب يا عم خلص. بس الحمد لله خلصنا عليه والله بصعوبه. خلينا نكمل كاس الاتش بي بتاعنا اصحاب بس صغيرين. شيل بس السنه دي ده. يلا 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 اديله اديله احنا كده كده ممكن قصدي يلا وصل. تعالى احلى حلل. تعالى حبيبي اقعد يا نوتي. حلو. لا لسه عاي لسه جبان. اول ما تلاقي واحد من الاعداء انت بتواجهه فاهمني وبتظبطه 360 وحركات يستقبل بقى بتاع ويعز يهرب منك النوتي. كان اطلع كده سريع. ايوه بس كان كمل. يلا يا عم حلو نكمل. الطريق اللي هناك عندنا مسدود فلازم نطلع من بوابه. قدامنا حوالي 8 دقايق لسه قدامنا وقت كبير يا شباب. كبير كبير كبير. فخلينا نطلع هنا كده سريع سريع وخلينا نشوف اللي كمل الطريق مننا. لا يا راجل شكرا ليك عدينا اول مرحله. شوف بيقول لك انت عملت شغل 100 100 وجبنا شباب 70%. يبقى احنا فوتنا بعض الاعداء عشان كده كان عامل لي سمع يمين وشمال. بس اجمالي كان شغل عالي واخدنا حوالي 3700. 3 نجوم يا معلم. سقفه كبيره شباب بقى في التعليقات. تقديرا للنينجا ابو الاساس. تعالى يا شباب نخش هنا ونلعب دلوقتي المرحله الثانيه. بس انا شايف ان نفس استنى هنا في واحد هنا. تعال تعال تعال. لا 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 يا روت. خلاص كده اتفنش. لا لسه اختفى الجبان. اول ما سمع ان انا راجع له طلع يجري النوت. خلينا نشوف اللي بعده. كسر اللي بعده. تعال والله تعال عيب عليك. تعال انت كمان. ايوه شفت الحركه اللي بالترابيزه دي. فنشت الولا. بص قلت له اقعد بالترابيزه اقوم له بس الاول دبل كيك يا معلم على زميله. تعال انت كمان. تعال انت وزمايلك كده ظبطنا. لا 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 اقعد. حلو. بص اللي واقف ده شكله ما دفعش الحساب ومش ناوي يدفع. هتدفع يعني هتدفع. ها الفاتوره مش عليا يا معلم. روح خدها كده. تمام ظبطناهم كلهم والارث بتاعنا ما نقص غير فسفوسه صغيره. وهو ده الاداء الصح اللي انت تخش تفنش وتطلع تاخد لك يلسه يا معلم 100 100 ونطلع على السريع. نقدر نستخدمه. حلو اقدر استخدمه. شفتك تطيران ازاي؟ انت جيت منين يا عم؟ والله بيطلع من اماكن غريبه. ليه بتوع النينجا والكونج فو بيطلعوا من تحت الزرعه من فوق الشجر؟ ايه يا عم؟ تعالى تعالى يا نوتي. تعالى انت وزميلك كمان. ايوه فنش فنش. انا الضربه دي اللي بعملها بس انت لا. انت وزميلك. ايوه مش عليا. تعالى بص يا معلم. ايوه بس كده. عايز افتح ليه؟ انا ينفع اخش؟ حلو يعني بتاع دي واقفه فنكوشي. ناخد ده كمان. شوف جرى والله قلق. لا لا راجع عشان يدينا الدبل دبل كيك. استنى انزل يا عم طلعتني ليه على الترابيزه؟ انا مش هدفع الفاتوره. تعالى خلي زميلك ينفعك. خليه انت وهو. يلا يا جبان. والله ما اقدرش يقاوم. قال لك لا يا عم احنا مش قد التحدي نخلع احسن. 10 على 10. خلينا نطلع بقى سريع سريع. ايوه احلى حاجه لما تكون متعلم حاجه دفاع عن نفس تقدر تظبط اللي قدامك وانت ماشي في الطريق كده تلاقي واحد يثبتك. تعالى تثبت مين يا معلم؟ ده انا هثبتك دلوقتي. كلام ناوي تقوم يعني؟ بيقول لك خلي بالك من هنا. لا يا عم احنا كده كده محرصين طول ما احنا بنلعب كركرين. ناخد ده كمان وناخد ده كمان. شويه كوينات حلوين. تعالى تعالى ولا النوتي ده ليه؟ لا يا شباب دول اقوياء قوي بس مش عليا. اتفرج وتعلم. اتفرج وتعلم يا معلم. اديله. يا زمن. يا تعالى يا نوتي.
ايوه اديله اديله كمان. ده انا كسرت كل حاجه على دماغه والله. بس اقوياء جدا يا شباب. نطلع بسرعه بسرعه. سريع 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 سريع. ايوه خش هنا على السريع. افتح يا معلم. تعالى يا حبيبي تعالى يا حبيبي. اقدر. يا مفتر استنى. طب ادي اول واحده وادي الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. يا نوتي يلا نكمل. انا عايز اعرف دي بتاعت ايه شباب. انا مش عارف. اكتبوا لي دلوقتي في التعليقات لان بضربها ما استفدتش منها باي حاجه. يعني ايه بس موجوده منظر؟ ايه يا عم ده؟ لا اكيد انا مش عارف دي بتاعت ايه. خلينا نكمل زي ما احنا. نسيت انا معايا باور. خلينا نجرب كده. يا راجل ولا اي بطيخ. كمل يا عم. انا قلت الحركه بقى بتاعت التفليشه دي هتظبطهم. طلعت فنكوشي وصرفناها على الفاضي. هنكمل نكمل ونشوف البيئة موجودين فين. ننزل تحت على السريع. مية مية. ناخد اول حاجة الهيلز. ناخد كمان الكوينات. يا طلع انت مبدلها يا عم تشتغلني. افتح على نوت يلا. افتح تعالى. اقعد يا معلم. شوف بيضربني بايديه. اكمنك يعني متمرن احسن مني هتجيبني. كسر كل حاجة. تعالى تعالى كده تفنش. لا لا لسه قاعد. ده زمين هو اللي وقع. بس كده خلاص كده جبناه. خلينا نشوف بقى الباقي. وفي واحد من هنا موجودين. اوه اللي حجمهم كبير. طب انا عايز اخد الهيلس ده يا راجل. اديني الهيلس. طب بقول لكم انا حاجه. استنى انا ممكن افتح. شوف 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 هعمل كده. اديله ولا تيس. ياو. شوف الضربه من ضربه واحده بس تفنشه. ننقص ده. تعالى. ايوه ايوه انا فتحتها كده المره اللي فاتت. ايوه صح. الراجل ده كل شيء اللي ساعدني ساعدني ساعدني. نفتح بس الاول هنا. تعالى يا حبيبي. ارجع ارجع هتضرب يا مجنون. بيضرب ويجري يا شايف. ضرب الولا. لا 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 تعالى يا معلم. حلو. لا لسه في واحد تاني هنا عايش. ناخد ده كمان. تعالى ما تجيش جنب الراجل اللي احنا بننقذه. حلو يلا تعالى تعالى نركب الطياره. بس عارف لو ركبتها لوحدك وسبتني بعد كده يا نوتي انا هركب بقى وهسيبك بقى المره دي. الهيرس بتاعنا ناقص. ومش عارف ازوده. خلينا طيب نكمل زي ما احنا. نطلع فوق على السريع الاول. حلو. افتح الباب. لسه قدامنا 9 دقايق. اهي الطياره هتجيله. خدني 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 معاك. خدني معاك. جيبي يا يلا. يا نوتي اخد الطياره ماشى. بس يا عم انت عايز ايه؟ انت عايز تحلو ايه؟ في ناس بتيجي في وسط الزحمه تحلو. عايز يركب الطياره معانا على اساس ان انت ايوه على اساس اللي انت فيه اعداء بتواجههم يعني. هشوف بس دي اخرها ايه. هو يا عم انت قوي. داخل في وسط الزحمه. اخذ له حته قلم اتظبط. ده تلاقيه هيعتزل اللعبه ده. يلا نفتح دي كمان. نفتح دي كمان. لا انا مش معايا ولا واحده من بتاعت الاقوياء. مش تعالى انا ما يهمنيش. يا شباب لا 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 يا مفت. لا 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 ما اتفقناش على كده. خد انت هو يا معلم. تعالى بس لازم نظبطهم. ايوه تجيب ضربه. لا 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 ركز شويه ركز شويه يا ابو الاستاذ. ايوه عشان دي عصابه. ايوه ضرب ده كمان. لا هيلث يا جدع مش مديني فرصتي. بس حلو مية مية. تعالى يا حبيبي نسحب الولد النوتي ده كمان. لا 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 يا شباب اتحصر. اوعى يا جدع اتحصرت. يا عيب عليك. انا برجع الرد. بص يا معلم برجع افنش على يلا يا جبان تحسن بقى رب. بس كده كده فنشناهم كلهم مية مية. نطلع بقى على السريع وخلينا ايوه نفتح الباب الاول كويس. نحاول ناخد الهيلز. شكل الهيلز زعلان مننا. خلاص يا عم براحتك انت مش عايز تتاخد. خلينا نفتح هنا ننزل ناخد ده الهيلز ده احتياطي كويس. خدنا كوينات وخدنا جواهر كمان. يا عم انت بتستغل الفرصه. اوه الاحتراف. تعالى انت هو حبيبي. لسه 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 ده عايش لسه. نفتح ده بسرعه نساعده. يلا 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 الحريه ولا سعيد يا ابو لذيذ. يلا هو والله بفتحهولك. ايوه ايديا ورا مش هنفتح لك بس المكان يزي جوله. تعالى 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 معايا. خلينا يا شباب نطلع فوق سريع ونركبه في الطياره الهليكوبتر. يلا قدامنا 6 دقايق ولسه ما خلصناش. ان شاء الله نوصل لخط النهايه. استنى يا عم وفين الطياره؟ شكله هننهي المرحله بيك والله. معلش يا كابتن شكلك هتروح معانا النهارده. عاجبك ولا مش عاجبك؟ عاجبني يا ابو الاساس انا اقدر اتكلم معاك. بحسب ها. يلا يا معلم
ايوه تمام. عدينا شباب وبرضه جبنا 70% واخدنا حوالي 4550 كوين. فانا شباب هقف لحد هنا. فلو عجبك الفيديو متنساش بقى باللايك، واتمنى منكم تشتركوا معانا في القناه انت لسه جديد معانا. عايزين مراحل تانية برضه اكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم مره جايه فيديو جديد مع ايزي تيوب جيمنج. يلا سلام.